لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة ونزل في قباء. يظهر أنهم 4 أيام خلافا لمن قال 2 أو أكثر، الظاهر أنهم كانوا 4 أيام. في هذه الأيام الأربعة نزل النبي صلى الله عليه وسلم في قباء في دار كلثوم ابن الهدم. كلثوم ابن الهدم ومن بني عمرو بن عوف وهم من الأوس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبيت في دار كلثوم ابن الهدم المبيت، وبالنهار كان يكون في دار سعد بن عبادة، سعد بن الربيع، داره أوسع تتسع للقادمين للسلام على رسول الله وتحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إذا رجع الناس كان النبي يبيت في دار كلثوم ابن الهدم رضي الله عنه ورضاه، داره قريبة جدا من مسجد قباء الحالي. وحتى مسجد قباء الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم بناه في قطعة أرض لكلثوم ابن الهدم رضي الله عنه ورضاه، وكان شيخا كبيرا كلثوم ابن الهدم. ثم انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى يثرب التي سميت بالمدينة بعد ذلك، وسماها النبي طابة أو طيبة طيبة، ونزل في دار أبي أيوب الأنصاري. ثم بدأ في بناء المسجد النبوي الشريف. أثناء بناء المسجد مات كلثوم ابن الهدم، يعني الفترة وجيزة ما عدتش يعني أسابيع قليلة، ومات كلثوم ابن الهدم، وبعده بيسير أو بقليل مات أسعد بن زرارة رضي الله عنه وارضاه. فبقينا قدام فقيدين خسارتين كبار كبار، كلثوم بن الهدم خسارة طبعا رجل يعني من السابقين إلى الإسلام، ورجل له دور، النبي نزل في بيته وكمان قطعة الأرض كانت تخصه يعني جعلها في بناء مسجد قباء، ده راجل يعني له مكانة وله دور وهو من الأوس. ثم بعده بقليل أثناء برضو بناء المسجد النبوي مات أسعد بن زرارة. قلنا الأسبوع الماضي أن أثناء برضو بناء المسجد النبوي قدمت أسماء بنت أبو بكر مهاجرة من مكة، ولما نزلت قباء وضعت عبد الله، عبد الله بن الزبير أول مولود في للمسلمين بعد الهجرة في المدينة، وإن اليهود كانوا مطلعين دعاية أو مطلعين إشاعة
أنه لن يولد للمسلمين مولود، وأنهم قد سحروا المسلمين. وتأثر المسلمون بهذه الإشاعة مدة حوالي شهرين، لأن المسلمين وصلوا المدينة قبل الرسول بشهرين، طلائع الهجرة. المهاجرون الأوائل بدأوا يوصلوا المدينة قبل النبي بمدة، واليهود طلعوا الإشاعة والدعاية دي إن مش هيعيش للمسلمين أي مولود، ولا هيتولد لهم أصلا، يعني لا هيتولد لهم أصلا، مفيش حالات حمل، ولو في حالات حمل موجودة من قبل كده المولود هينزل ميت يموت. وبعدين لما النبي وصل المدينة وقباء وراح المدينة، ويعني بعد مدة وجيزة جدا، جت أسماء بنت أبي بكر مع أختها عائشة وأم المؤمنين سودة ومع بنات النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة. وأول ما وصلت قباء ولدت، يعني طول السكة هي جاية حامل، وفي الشهور الأخيرة هو متم، أول ما وصلت ولدت. فالمسلمون فرحوا لأنها خدت المولود وراحت من قباء على المدينة وودته للنبي، النبي حطه في حجره وحنكه ودعاله وبرك عليه، والخبر انتشر تسرع في المدينة ان في مولود اتولد وعاش، فكبروا تكبيرة رجت أنحاء المدينة من الفرح. اليهود عيشوهم في ضغط إشاعة ودعاية وضغط نفسي مدة، فالحمد لله كده يتلغت، المسلمين فرحوا وكبروا. ده الحدث الأولاني أثناء بناء المسجد. زي ما في حاجات بتفرح في حاجات بتزعل، هي الدنيا كلها كده، لا الفرح بيدوم ولا الحزن بيدوم، إنما أفراح وأحزان، الدنيا كده. لو أنت مهيئ نفسك إن أنت تعيش فرحان على طول، أنت واهم، أنت غلط، أنت مش شايف الدنيا. واللي عايش في حزن برضه يا جماعه ما بيعيش في حزن على طول، الدنيا مش كلها حزن، فيها افراح، الدنيا فيها كده، فيها منغصات، فيها اكدار، وفيها حاجات. يعني الله يرحمه الشيخ ابو بكر الجزائري، ده جه اسكندريه مره وكان يقول الحياه كده فيها ايام مشرقه وأيام محرقة، كان التعبير بتاعه كده الله يرحمه، أيام مشرقة وأيام محرقة، الدنيا كلها كده أفراح وأحزان. الجنة بقى اللي هي إيه؟ أفراح أفراح بس ما فيهاش أحزان خالص. يا رب دخلنا الجنة كده من غير حساب ولا عذاب، الجنة بس مفيهاش أحزان خالص، الله، كل حاجة فيها فرح 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 فرح، ولا فيها تعب ولا حاجة خالص، بلاد الأفراح الجنة دي. يا رب يوصلنا ليها كده بسلام وأمان يا رب. أما اللي قبل الجنة في الدنيا أفراح وأحزان. فبنقول المدينة اهو المسلمين فرحوا بولادة عبد الله بن الزبير وكبروا تمام، وبعدين شوية كده جيت الأحزان، هي الدنيا كده. مات كلثوم بن الهدم رضي الله عنه وارضاه، وقلنا كلمتين عنه، وكان كبير، وبعد منه حاجة بسيطة مات أسعد بن زرارة، وكان شاب صغير في السن. وأسعد بن زرارة ده شخصية هنتكلم عنه كلمتين بسرعة، احنا بنراجع، لان اللي هنقوله عن اسعد بن زرارة قلناه قبل كده. اسعد بن زرارة اول من اسلم من اهل المدينة. بس الله، ده كلمة حلوة قوي، بس كفاية عليه كده، اول من اسلم وعاش. كان في قبل منه اياس بن معاذ، كان شاب وبرضه مات صغير. وكان في سويد بن صامت، كانوا بيقولوا عليه الكامل، كان شاعر وغني ومات. انما اول من اسلم وبقي وعاش اسعد بن زرارة، وتقريبا هو اول واحد قبل منهم كمان، اسعد بن زرارة اول واحد اسلم
في المدينة الحبيبة. وكان القصة أن كان معاه ذكوان بن عبد قيس أو ابن قيس الاثنين، وراحوا يدوروا على عتبة بن ربيعة في مكة يتنافران إليه، يتحكموا له ويطلبوا منه حاجات. راحوا يدوروا عليه الاثنين أهل المدينة، فقابلهما النبي صلى الله عليه وسلم، عرض عليهما الإسلام وقرأ عليهما القرآن فأسلما ورضي بالإسلام ورجع دون أن يتقابل مع عتبة بن ربيعة. ده أحسن من اللي احنا جينا عشان. كانوا اتنين ناس، أول واحد فيهم مين؟ أسعد بن شاب، غالبا ده كان سنة 10 من البعثة. السنة اللي بعديها، السنة اللي بعديها سنة 11 في موسم الحج وعند جمرة العقبة، النبي سمع صوت ستة بيكلموا ماشيين مع بعض، والنبي قال لهم يعني من القوم؟ قالوا نفر من الخزرج نال المدينة. قال من موالي يهود؟ قالوا نعم. قال أولا تجلسون أحدثكم؟ فجلس، فعرض عليهم الإسلام وقرأ عليهم القرآن فأسلموا ستة ورجعوا المدينة. من ضمنهم مين؟ أسعد بن زرارة. السنة اللي بعديها جم 12 وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الأولى. 12 بيعة العقبة الأولى، منهم أسعد بن زرارة. لما رجعوا المدينة بعتوا للنبي رسالة، ابعت لنا حد من طرفك يقرئنا قرآن ويفقهنا في الدين. فأرسل إليهم مصعب بن عمير. يروح فين؟ ينزل عند أسعد بن زرارة. أسعد بن زرارة من 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 مين؟ من بنو النجار، أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، من الخزرج. راح عنده مصعب بن عمير، نزل في دار أسعد بن زرارة، وكان ياخده يعديه كده على ايه؟ على اهل المدينه، الخزرج والاوس. فمره قال له تعالى بقى نروح للاوس، راح على ديار بني عبد الاشهل والمسلمين، قال له اقعد فقههم وحفظهم القران وكده، وقعدوا. سمع مين؟ سعد بن معاذ وسيد بن الحضير، وهم من الاوس. فسعد بن معاذ يقول له سيد بن حضير، أسعد بن زرارة هو من الخزرج زي ما تنساش، قاله من الخزرج بس ابن خالتي، خالتي متجوزة ايه؟ من هم من الأوس بس متجوزة عند الخزرج، ما هي المدينة داخلين في بعض. قال له ابن خالتي، فلولا ان هو ابن خالتي كنت انا كافيتك الموضوع. روح قل لأسعد بن زرارة يمشي، هو اللي جايبه ده ياخده معاه ويمشي، قال له ابن خالتي كنت انا كفيتك بس انا في حرج. راح وسيد بن الحضير لهم قاعدين، فاسعد بن زرارة بس كده بيقول له مصعب بن عمير اتاك سيد قومه؟ ده سيد، لو اسلم لم يتخلف عنك احد، فاصدق الله فيه. خلي كلامك. الله، عرفتها منين يا اسعد بن زرارة؟ الصدق يفتح القلوب، يوصل المعاني كده على القلب، والصدق والإخلاص يكلل بالنجاح. قال له اصدق الله فيه، سيب كل انه خليك مع ربنا وركز نيتك وقلبك ده لو أسلم. فقال له ماشي، لو لما يجي يكلمه. جه أسعى وسيد بن حضير وقف وقال لهم انتوا ايه اللي خلاكوا تيجوا قرايبنا بني عبد العشر؟ احنا من الأوس، ايه اللي خلاكوا تيجوا؟ اعتزل ان كان لكم بأنفسكم حاجة. اللي بايع على نفسه يمشي، لا يقعد يبقى ايه؟ يستبيح، يستغني عن نفسه. فمصعب بن عمير يقول له يعني اول تجلس اكلمك، فان رضيت الكلام قبلته، وان كرهته كف عنك ما تكره، اقعد اسمع، عجبك الكلام اقبله، ما عجبكش حاضر. قال قد انصفت، ايوه العرض ده كويس كده تمام، ركز الحربه
واحد يسمع ومصعب بن عمير قاعد يشرح له بقى الإسلام والعقيدة والتوحيد والإيمان والإسلام بقى والقرآن وقرع القرآن مصعب بن عمير. فقال له بقى اللي عايز يخش في الدين بتاعك ويعمل ايه؟ الله وشه بقى فرد ها وباين عليه كده. قال له تقوم تغتسل وتصلي ركعتين، اعلمك الوضوء واعلمك الصلاة. قام اغتسل وصلى ورجع. سعد بن معاذ قاعد مع الناس يقول لهم احلفوا بالله لقد عاد السيد بغير الوجه الذي ذهب به، وشه جاي متغير منور منور ومرتاح والاسلام الاسلام. عارف الكافر ده وشه مضلم، سحنته بكده يبقى مضلمه سحنته. المسلم ما شاء الله وشه منور وحاجه كده جميل ومرتاح و... فقال لهم ده جاي بوش تاني. قال له عملت ايه؟ سعد بن معاذ بيقول عملت ايه؟ كلمتهم؟ قال انا كلمت الرجلين ما فهمش حاجه، يعني ما الموضوع سهل يعني، بس انا سمعت اشاعه ان حد راح يقتل ابن خالتك اسعد بن زرعه. ابن خالتي حد هيقتله؟ الحميه بقى ازاي؟ مشى كده راح لا ابن خالته اسعد بن زرعه قاعد في امانه الله ومعاه مصعب والنبي بيتكلموا. قال لي بقى ايه اسيد ما رضاش يقول قدام الناس روح اسمع، روح اسمع، هو عايز يروح يسمع برضه وقف اعتزلنا ان كان لكم ما بينفسكم حاجه، انتوا جايين لحد عندنا تسفهوا السفهاء والكلام بقى ايه بتاع زمان. فبرضه هو جاي كده اسعد بن زرعه يقول له ده بقى السيد السيد يقول ده لو اسلم مش هتخلف عنك حد. فاصدق الله فيه. عارفين بقى القلوب والاحوال فقه، ده الفقه بقى اللي مش الفقه يعني فقه القلوب فقه الايمان. المهم برضه مصعب قال له يعني تقعد تسمع عجبك الكلام اقبله، ما عجبكش اللي انت تكرهه ان يعني نكف عنك. قال له انصفت وقعد واحد يتكلم معاه نفس الاسلم سعد بن معاذ. وقعد وشه كده قعد وشه بقى ايه يعني يرتاح ويتهلل. فيقول له بقى اللي عايز يخش دينكم يعمل ايه؟ معروف اغتسل صلي. وقعد مصعب بن عمير في بيت اسعد بن زراره يوديه عند الاوس يوديه عند الخزرج سنه سنه. ومصعب بن عمير رجع للنبي قال له انا ما سبتش بيت في المدينه الا في مسلم او مسلمه، مسلم او مسلمه، يعني البيت حتى لو ما فيهوش رجاله مسلمه حتى في واحده او بيت في واحد او في بيت اسره. وقعد مصعب بن عمير. وبعدين جم من اهل المدينه بقى من اتشاوروا مع بعض كانوا 72 او زياده، قالوا لحد امتى هنسيب النبي في مكه مطارد؟ احنا بقى لما نروح نقول له يجي عندنا، دي بيعه العقبه الثانيه. مش عايز احكي تفاصيلها كتير قلناها قبل كده. برضو جايين معاهم مين؟ اسعد بن زراره. لما كانوا اثنين في الاول كان هو واحد منهم، لما بقوا سته كان واحد منهم، لما بقوا 12 كان واحد منهم، لما بقوا 72 بقى واحد ايه؟ من اسعد بن زراره. شفت الدور؟ شفت اسعد؟ عشان لما هنتكلم عن موته هتعرف ان برضه كانت خساره وخساره كبيره. وتمت بيعه العقبه وبعدين بدات طلائع الهجره ووصلوا المدينه. وبعد كده النبي هاجر. لما النبي نزل قباء مين اللي عارف؟ اسعد بن زراره. كل يوم يروح من المدينه لقباء ويفضل مع النبي لحد ما الناس تمشي فيمشي. شفت الارتباط بالرسول؟ كل يوم يروح يقعد مع الرسول ويصلي معاه. أنا نسيت أقول لكم في قبل الهجرة، قبل النبي هاجر، لما أسعد بن زرارة كان واحد من اثنين وبين واحد من ستة وواحد من 12 واحد 72، كان بيعمل إيه في المدينة غير موضوع مصعب؟ إن مستضيف مصعب وبيمشي معاه. هو أسعد بن زرارة
فكر يعمل صلاة جماعة، جمعة وجماعة، جمعة وجماعة. فالجماعة كان بيصليها في حتة كده يعني تخصه مش ملكه بس تخص حد منه. مين دول؟ مين الحتة دي؟ الحتة بتاعت سهل وسهيب ابن معاذ، اللي هو المكان اللي بقى المسجد النبوي. كان بيخلي مصعب بن عمير يصلي بالناس في صلاة الجماعة. وهو عمل أول صلاة جمعة في المدينة. أسعد بن زراعة جمع بالناس في حارة بني بياضة في نقيع الخضمات في هزم النبيت من حارة بني بياضة، جمع الناس كده عمل بيهم صلاة جمعة. إمتى؟ لما مصعب رجع، ما مصعب لما رجع يقول للنبي يعني سبت المدينة وما فيهاش بيت إلا فيه مسلم ومسلمة، مصعب أعاد وبعد كده هاجر مرة تانية بعدين. عشان اتكلمنا عن هجرته ولا ايه يعني؟ ايوه. فلما مصعب رجع اسعد بن زراعة جمع بالمسلمين في المدينة، اول من جمع. ولما مصعب كان موجود كان يقول له صلي بالناس صلاة الجماعة، ولما مصعب مشى هو كان بيصلي بالناس صلاة الجماعة فين؟ في المكان اللي بقى بعد كده المسجد النبوي. بس المسجد النبوي بقى كبير، المساحة اللي كانوا بيصلوا فيها وكبرها. أسعد بن زرار، وطول ما النبي كان في بيت أبي أيوب الأنصاري كل يوم أسعد بن زرارة يبعت قصعة للرسول صلى الله عليه وسلم أكل. أسعد بن زرارة ده شخصية، حاجة كبيرة أوي، أول مسلم في المدينة. الله. وأول من أقام صلاة الجمعة في المدينة. وحتى في بيعة العقبة فاكرين لما اتكلمنا عنها، أول واحد بايع هو أسعد بن زرار. وقال كلام لما الأنصار قالوا بقى عايزين نبيع النبي، قال لهم مهلا مهلا يا أهل يثرب، لم تضربوا إلي أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله. وإخراجه اليوم مفارقة للناس وحرب العرب والعجم والأحمر والأسود. شوف الكلام الكبير، قال لهم هتاخدوه هتخلي بالكم العرب والعجم هيحاربوكم والأحمر والأسود الدنيا كلها هتحاربكم. فإن كنتم تخافون من أنفسكم خيفة فمن الآن فدعوه هو عذر لكم. لو خايفين ها مش هتقوم معاه بالواجب اللي يستاهله على قد المسؤولية، من دلوقتي اعتذروا. وإن كنتم ترون أنكم موافون له بما وعدتموه فخذوه فهو والله خير الدنيا والآخرة، هنية لكم. بس إيه؟ تتأكدوا، عايز يحافظ على الرسول خايف. المقصود ايه؟ قال كلام وعمل عمايل. اسعد بن زرارة كبيرة وضخم، ولما النبي قال بعت للبنو النجار وقال لهم ثامنوني على حائطكم هذا، مش يطلبوا الثمن، فاسعد بن زرارة قال ده سهل وسهيل دول يتمى في حجري، انا اعرضيهم عديهم انا من عندي. فالنبي قال لا بالثمن بالثمن، فدفع لهم ورضاهم اسعد بن زرارة، ودفع لهم ابو بكر. اسعد بن زرارة كل موقف هتلاقي اسعد بن زرارة، حاجه كبيره يعني وشاب. وبعدين اثناء بناء المسجد مرض بعد وفاه كلثوم بن الهند، ولما مرض اسعد بن زرارة سبحان الله المرض بتاعه كان سريع سريع، جه مفاجئ وسريع، وجي مرض من الامراض اللي تقريبا في العصر ده ما كانش ليه علاج حكمته. المرض بتاعه كان اسمه ايه؟ الذبحة او الشهقة، يعني يظهر ان هو قرح كانت بتيجي في الحلق من جوه، قرح تنزف دم وتتوسع بسرعة فتخلي صاحبها ايه مش قادر يتنفس، يبقى عنده بيتنفس بشهقة شهقة مش قادر يتنفس.
بتتوسع بسرعة، والمرض ده في الوقت ده ملوش علاج. فقالوا للنبي أسعد مريض، فراح يزوره. لما النبي راح يزوره لقى الحالة طبعا حالة حادة سريعة، ومن الحالات بقى من الأمراض الخطيرة جدا اللي تقريبا ملهاش علاج. فالنبي قال له اكتوي، خلي حد يكويك، وقال لهم اكووا حتى أبلغ في العذر في أبي أمامة، لا عشان ما يبقاش في حرج. هي الحالة واضح كانت يعني ما متأخرة جدا متدورة جدا، فالنبي قال لهم اكووا، فكووه ما جابتش نتيجة، فالنبي قال لهم اكووا تاني، فكووه لحد ما طوقوا عنقه بالكي، كوية هنا كوية هنا كوية حوالي رقبته، ما لم يعاف. فذهب النبي لزيارته مرة تانية، أول مرة قال له اكتوي، تاني مرة النبي لما راح كواه بنفسه رمات الآلات. والنبي يظهر من كلامه ان هو يعني بس قال علشان لا يكون في نفسي حرج لأبلغ العذر في أبي أمامة، عشان أبقى معذور عملت كل حاجة كل حاجة. فقال النبي بإيده الشريفة كواه، لكن لم يلبث أسعد أن مات. مات أسعد. فقال اليهود عن النبي لو كان نبيا ما مات صاحبه. التشكيك بقى، لو كان نبي ما راح صاروا مرتين، وقال لهم كوه هو كواه بنفسه بإيده، لو كان نبيا ما مات صاحبه. الدعاية بقى والإشاعة تاني يا يهود، مش كفاية الإشاعة بتاعت إن المسلمين مش هيعيش لهم مولود وكذا وكذا، إشاعات إشاعات ودعايات وكلام. قالوا لو كان نبيا ما مات صاحبه، ونشر الكلام ده بينهم. وهنكمل بقية الموضوع لحد الكلام ما وصل للنبي صلى الله عليه وسلم، قال بئس الميت أبي أمامة اليهود ومنافق العرب. بالنسبة لهم هم يعني هيفتنوا بعض بسببه، يقولون لو كان نبيا ما مات صاحبه، والله لا أملك لنفسي ولا لصاحبي من الله شيئا. هنتكلم في الموضوع ده كمان شوية. والنبي قال بئس الميتة، ميتة أبي أمامة ليهود، ليهود يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان به لنفع صاحبه، ولا أملك لصاحبي ولا لنفسي من الله شيئا. فالنبي قال مرة بئس الميت ليهود ومنافق العرب، ومرة قال بئس الميتة أو الميتة، الميتة ليهود موتة أبي أمامة كنيته أسعد بن زرارة. اشتد به المرض والكوي ما نفعش معاه، فهو قبل ما يموت كان عنده 3 بنات، قال أوصي ببناتي إلى رسول الله. بناتي يعني في ذمة النبي صلى الله عليه وسلم. ومات، وقالوا للنبي أسعد مات، والمسجد لسه ما اكتملش. فالنبي راح وشهد الغسل بتاعه وشهد الكفن، قال لهم كفنوه، ومشى في جنازته أمام الناس. دي من الجنازات المميزة، النبي كان أحيانا يمشي قدام الجنازة وأحيانا يمشي ورا الجنازة، فدي من الجنازات المميزة. شافوا النبي ماشي قدام الجنازة لحد ما دفنوه في البقيع، أول مدفون في البقيع من الأنصار أسعد بن زرارة، ومن المهاجرين عثمان بن مظعون. نسيت أقول لكم إن زي ما في مولود للمهاجرين
اتولد بعد منه مولود تاني للأنصار. وزي ما تدفن للأنصار أسعد بن زرارة دفن للمهاجرين عثمان ابن مضعون، والنبي خد بنات أسعد بن زرارة فكان يخليهم مع بناته، مش مع بناته بس، لا مع نفسه كمان. كل لما يدور في حجرة بعد كده من حجرات زوجاته ياخد بنات أسعد بن زرارة ويخصهم بشيء من الإكرام. بعد كده جاله حلي من حلي البحرين فأعطى بنات أسعد بن زرارة من هذا الحلي. شخصية تستحق التكريم أسعد بن زرارة. مواقف طبعا محزنة زي ما قلت لك، في أفراح في أحزان. زي ما شفنا فرحوا بأول مولود زي ما عم، طبعا اليهود شماتة وفرحوا. وأسعد بن زرارة كان شخصية قوية في الدعوة، في مصالح المسلمين، في مصلحة الإسلام، وكان مع الرسول في كل المواقف، في قباء معاه وفي المدينة معاه، في إطعام الطعام، في بناء المسجد، ومات. هنقف بس كده عدة وقفات بسرعة. أول حاجة المرض بتاع أسعد بن زرارة اللي هو الذبحة، مش الذبحة، الذبحة أو الشهقة. دي مرض بيجي في الحلق، وزي ما قلت لك يبدو أنه قرحات، أو قرحات يعني مش حميدة، كأنه يعني المرض خبيث زي السرطانات والأورام والحاجات دي، ينتشر بسرعة ويعمل شهق، نفس بالعافية وخلاص. ومرض أسعد بن زرارة اللي بيقدر الأمراض هو الله. أسعد بن زرارة لسه شاب، وممكن المسلمين يتمتعوا بعمره ولسه وشباب، اللي ربنا قدر عليه المرض. وبعدين النبي لما راح يزوره، النبي عرف ان المرض ده خطير، فقال لهم اكووه. طب ما في ادويه كتير، الحجامه مش دورها، طب العسل النحل مش مكان. في لان النبي كان قال في الحديث ان يعني شفاء امتي في ثلاث، في شرطه محجم او شربه عسل او كي بنار. قال وانهى امتي عن الكي. هنا النبي امر بالكي، فالنهي ده مش للتحريم، للكراهه. والنبي يقول برضه في الحديث الاخر ان يكن في ادويتكم، في شيء من ادويتكم خير، ففي شرطه محجم او شربه عسل او لذعه بنار، اسمع، توافق الداء، تيجي على المكان بالظبط بتاع الداء. شرطه محجم او شربه عسل او لذعه بنار توافق الداء، كده الداء بالظبط. وما احب ان اكتوي. طيب هنا النبي قال لهم اكووه. العلاج بالحجامه او بشرطه المحجم في الحاله دي مش هيجدي، متاخره متدهوره وصعبه وقويه هي دي. طيب العسل النحل، ما النبي احيانا كان يؤمر بالعلاج بالعسل، زي ما الراجل اللي جه للنبي قال له ان اخي استطلق بطنه، قال اسقيه عسلا فسقاه فلم يستمسك. جه للنبي قال سقيته عسلا فازداد استطلاقا، الاسهال زاد، قال اسقيه عسلا. راح ساع عسل وجه للنبي قال له الاسهال زاد، قال له اسقيه عسلا. راح سقاه عسل وجه قال للنبي اللسان زاد، قال صدق الله وكذب بطن اخيك، اسقيه عسلا تاني. راح سقاه المره الرابعه فبرئ. في العلماء يقولوا ايه، اصل الادويه ليها جرعات، يعني ممكن من اول مره، ممكن من تاني مره، ممكن من ثالث مره، ممكن المدد بقى، المدد ونية الشفاء، ها، ونية الشفاء، ونية الشفاء والمدد. قالوا ما تستعجلش، دي فيها شفاء، بس في حاجات بتحتاج ايه؟ تكرار ومده. المقصود ايه؟ فالنبي قال له
النبي عليه الصلاة والسلام ما اشتكى أحد له وجعا في رأسه إلا قال احتجم، ولا وجع في رجلي في قدمي إلا قال حنيهما أو حنيها، وجع في الرجلين حنيهم، وجع في الرأس احتجم. ومرة يوصف العلاج بالعسل، الكاوي يقول لهم بلاش الكاوي، ليه؟ حرق بالنار وتهجير بالنار ومؤلم وحاجات يعني، فبخليه اخر حاجه. بس النبي في بعض المواقف كان بيبتدي بالكوي، خصوصا المواقف اللي فيها نزيف، لان ده الشهقه دي او الذبحه هي قرحات بتعمل دم جوه، زي ما مكتوب كده في الكتب، حاجه اللي فيها دم نزيف اكوي. سعد بن معاذ كلمنا عنه اصيب بسهم في الاكحل بتاعه، كان بينزف، والنبي قال لهم علوا له خيمه في المسجد عشان اعوده من قريب، وحتى الدم ساعات كان بيسيل في الجامع، فالنبي قال لهم اكووه. ابي بن كعب برضه كان عنده عرق مقطوع، سهم جاله قطع عرق، والنبي قال لهم اكووه. كووه النزيف زاد، قال لهم اكووه تاني، زاد، قال لهم اكووه. لما كووه المره الثالثه النزيف وقف. ساعات في بعض الامراض محتاجه مره واثنين وثلاثه، بس الناس ساعات بتبقى مستعجله ما يعرفوش الحاجات دي. المقصود ايه؟ ان في امراض ساعات النبي كان يقول اديله عسل، الحجامه حنوه، موضوع الكوي النبي قال خلوه في الاخر، الا في حالات خاصه جدا كان النبي يقول له اكوه. بل اسال نظر النبي كباب نفسه سؤال، وطبعا اكيد تعالوا احنا فاهمين كده من السنه. طب ليه ربنا ما استجابش للنبي وشفى اسعد بن زراره؟ اجله الاجل، 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 ما تنساش النقطه دي، الاجل، ودي اللي اليهود لبسوا فيها، اللي العمر فيه بقية لما النبي يدعي له، لما النبي يعالجه كده ربنا يشفيه، اللي عمره خلص خلاص القدر كده. سيدنا عبد الله بن عباس بيقول ايه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عاد مريضا جلس عند رأسه وقال سبعا، اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي أنت الشافي، قال أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك سبع مرات، فإن كان في أجله تأخير عوفي. هنا الحتة دي النبي أي حد كان يروح يزوره يقعد عند رأسه ويدعي له أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك سبع مرات. ابن عباس يقول إن كان في أجل في أجله تأخير لسه له بقية عمر عوفي. يوم السبع مرات الدعاء ده فيه مش كده وبس، ده النبي قال في الحديث ما من مسلم يعود مسلما فيقول سبع مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عوفي، إن لم يكن حضر أجله. يبقى لو لسه ربنا كاتب له عمر هيشفى، ولو عمره خلص ايوه انت مسلم ودعوتك مستجابه والدعاء فعال مؤثر، بس هنا في امر اخر اللي هو القدر، العمر، الاجل. تاني اليهود خدوا بقى النقطه دي وراجعين ايه الناس، لو كان نبيا عن النبي ما مات صاحبه، كان ربنا استجاب دعاء، كان لما عالجه ربنا شفاه، كان ولغيوا موضوع القدر، لغيوا موضوع العمر ده ما جابوش سيرته. برضه معلش تاني نرجع تاني عيادة المريض، لما يكون في مريض نروح طبعا عيادة المريض، النبي كان يروح يزور المريض مش أسعد بن زرارة بس، لا ده النبي ياما زار مرضى في المدينة، بعضهم كان صغير وبعضهم كان كبير وبعضهم كان رجال
بعضهم كان نساء كبار في السن وعواجيز ولهم دور ولهم في النبي كان يزورهن. صغير كبير راجل ست مسلم كافر. ولذلك الغلام اليهودي كان بيخدم النبي احيانا ومرض راح النبي يزوره وقال له بقى ايه النبي قال له يا غلام قل لا اله الا الله محمد رسول الله انت خلاص كده واضح ان برضه مرض موت. النبي حتى ما مرلوش ولا حتى بالحجام ولا بالكولة خالص. قال له انت بتحتضر خش في الاسلام. فالغلام بص لابوه موجود فابوه قال له اطع ابا القاسم اسمع كلامه. فنطر الشهادتين ومات ومات. قال النبي الحمد لله الذي انقذه بي من الكفر. يعني تولوا امر ايه اخيكم ده تبعنا دلوقتي جهزوه غسلوه كفنوه. زياره المريض عايز اللي اقول لك ايه صغير كبير مسلم كافر راجل ست. عياده المريض لها ثواب كبير جدا. واللي بيروح يزور مريض بيدعي له 70,000 ملك لحد ما يرجع فضل كبير وثواب وحاجات كثيره جدا. بل اللي يسيب عياده المريض ربنا يعاقبه يوم القيامه. يوم القيامه ربنا يقول عبدي مرضت فلم تعدني فقل يا رب كيف اعودك وانت رب العالمين انت ما بتمرضش يا رب. قل اما علمت ان عبدي فلان مرض فلم تعده لو عدته لوجدتني عنده. روح زوره. الله عبدي استطعمتك فلم تطعمني. واحد تاني يقول يا رب كيف اطعمك وانت رب العالمين. يقول استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه اما علمت انك لو اطعمته لوجدت ذلك عندي. عبدي استسقيتك فلم تسقني. يقول يا رب كيف اسقيك وانت رب العالمين. قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقه اما علمت انك لو سقيته لوجدت ذلك عندي. عياده المريض الا لو انت عندك عذر. لو في عذر ولا حاجه وما وعرفت ان حد مريض وما رحتلوش خلاص الاعذار ربنا بيقبلها. الاعذار ربنا بيقبلها بس عياده المريض النبي حث عليها وعملها بنفسه عليه الصلاه والسلام مرات ومرات. سيدنا اسعد بن زراره لما مرض النبي راح زاره راح. طب موضوع الكو وكواه كمان الحاجه كانت تقتضي هذا. بس الكو يا جماعه ما حدش يستعجل فيه. دي كانت حالات خاصه زي ما قلت لك. النبي قال اخر يعني قال انهى امتي عن الكي. ما احب ان اكتوي. بل اللي ما بيكتويش ده هيخش الجنه مع السابقين. زي ما جه في الحديث النبي قال ان يوم القيامه شفت الامم والانبياء وشفت نبي معهوش حد ونبي معاه واحد ونبي معاه اثنين ومعاه ثلاثه والنبي معاه 10 وشفت سواد كبير جدا قلت بقى دول امتي. فسال الملائكه قالوا له لا دول قوم موسى. شويه كده يقول النبي قال رفع لي سواد اعظم اعداد كبيره جدا. فقيل لي هؤلاء امتك هم دول امتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنه من غير حساب في روايه ولا عذاب. هم دول امتك وفي 70,000 بقى غيرهم دول مشهورين معهم سبقوا دخلوا الجنه. والنبي لما قال كده الصحابه قام ودخل بيته. فقعد الصحابه مع بعض يقولوا 70,000 دول مين؟ مين؟ فواحد قال يمكن دول الذين ولدوا في الاسلام ولادنا احنا لا. هو بيقول كده ليه؟ قال اصل احنا وقعنا في الشرك قبل كده زمان واشركنا وكده وتوبنا وكده الظاهر 70,000 دول اللي ما اشركوش ابدا. حد من اللي قاعدين واحد قال له لا ده يمكن الكذا يمكن كذا يمكن كذا. قعدوا قالوا اقوال شويه كده النبي طلع عليهم لسه قاعدين. اتكلموا في ايه؟ قالوا له احنا فيما تخوضون. قال رسول الله في 70,000. في 70,000 مين دول يا رسول الله؟ مين 70,000؟ قال هم الذين لا يكتوون ولا يتطيرون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون.
يعني ما بيطلبوش للركب الكي، لو حد كواهم ماشي بس هو ما يطلبش، ولا يسترقون ما يقولش حد رقيني، انما لو حد رقى ماشي، ولا يتطيرون ما بيتشاموش، وعلى ربهم يتوكلون. حد من اللي قاعدين كده حجبوا الكلام عكاشة بن محصن، قال رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم، اول 70 دول قال انت منهم. فقام رجل قال رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم، قال سبقك بها ايه عكاشة، اصل الباب ده لو اتفتح وانا كمان وانا 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 هي مش هيسيبوا لنا حاجه، يعني حاجات بسيطه جدا. او ان الوحي قال للنبي ان عكاشة ممكن، بس هو في الموجودين من 70,000 دول اول ناس هيخشوا الجنه، دول قبل الامه، دول للناس اللي واقفين في الحساب، ودول ايه حط رجليهم في الجنه دخلوا. الله، هتبقى صورتهم ايه؟ زي القمر ليله البدر، منورين اضواء من القمر ليله البدر، كلهم 70,000 منورين، وشهم منور. وايه تاني؟ اخذ بعضهم بيد بعض، حاطين ايديهم في ايدين بعض، لا يدخل اولهم حتى يدخل اخرهم، في الروايه لا يدخل اخرهم حتى يدخل اولهم، كلهم هيخشوا صف واحد. 70,000 باب كده من اول الجنه ياخد 70,000 كده ايه مع بعض. ده الباب ده واسع قد ايه؟ ده واسع قد ايه الباب ده؟ انا عايز اقول لكم كلمه حلوه كده بس ايه، عشان داخلين الجنه انجاجيه، عارفين الانجاجيه؟ في ناس عارفينها وناس مش عارفينها. قال انجاجيه دي، الله، احلى انجاجيه في الدنيا، هو ده، هو ده. هيروحوا بدري طبعا، حاطين ايديهم في ايدين بعض وياخدوا بعض، خشوا الجنة مع بعض. 70,000 دول مين؟ لا يكتوون، ما بيطلبش، ما يقولش حد كويني، انما لو حد كواه خلاص. سؤال بقى ايه فقه يعني، لو واحد قال لحد كويني او هو كوى نفسه، يبقى طالع من 70,000 خلاص خلاص هيخش الجنه متاخر، ولا في احتمال برضه له فرصه انه يخش تاني في 70؟ لو تاب وندم ان شاء الله يبقى له مجال يخش مع 70 ان شاء الله. جبنا الكلام ده منين؟ سيدنا عمران بن حصين، عمران، وده له قصة هنبقى نقولها بعد سيدنا عمران وولده الحصين. سيدنا عمران بن حصين كانت الملائكة تسلم عليه في الطريق، الملائكة تسلم عليه ويسمع سلامهم ويرد عليهم، وكان عنده بواسير، وكان يصبر، قعد يصبر 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 لحد ما تعب ما قدرش، فاكتوى، قال حد يكويني أو كوى نفسه، فانقطع تسليم الملائكة عليه. كوي لا انقطع تسليم، ما عادش بيسمع تسليم الملائكة ولا تسلم عليه، فندم. قال الظاهر بقى ايه، قعد يفتش، انا عملت ايه انا عملت ايه، قال هي دي. فندم وتاب ونوى الا يعود الى الكي ابدا، فعاد اليه تسليم الملائكة، رجعت الملائكة تسلم عليه تاني. الله، رجع تاني يقفل تاني. اقول المسألة دي، يبقى لو حد اكتوى طلب الكو ومات من غير ما يندم ولا يتوب ولا ينوي، ده مش بس هيخش الجنة ان شاء الله، بس مش من على 70,000. انما لو واحد ندم بسرعة ونوى ان مش هيرجع الموضوع تاني كده، له فرصة تانية. كنت عايز اقول حاجة، في حديث تاني كده، مع كل 1,000 70,000، ده في حديث مع كل واحد 70,000، في روايه كده. الليزر من الكي، اي حاجه فيها سخونيه دلوقتي بيعملوا ايه في العمليات؟ ساعات بيوقفوا النزيف يا اما بالليزر حراره او بالتبريد كده او كده. المسألة في ايه؟ لو حد كواك من غير ما تطلب انت سليم.
يعني لو الدكتور كواك انت تبع السبعين برضو؟ اه. فين الحرمان بيبتدي امتى؟ لو انت اللي قلت لحد كويني وانت اللي قلت لحد كذا ارقيني خلاص. ما اصل انت مكره وكده ولا كده يعني، انت اختار الجراح، انت اختار الجراح. ولو اخترت الليزر قول يا رب استغفر الله واتوب اليه، مش هختار تاني، يا رب اشفيني وما لو الانسان تاب وندم زي ما عمل سيدنا عمران ابن الحصين ورجع له تسليم بعد ما اكتوى ورجع له تسليم الملائكه بعد ندم، ان شاء الله يكون كده. ده كان الكلام عن بالنسبه للكلام عن الكوي. طبعا منه دلوقتي الخزامه اللي بيعملوها، الخزامه ده بيعدوا ابره محميه نار في علامة الظهر من تحت كده ويعد الخزامه، بعد كده يعملها خيط ويسيبه كده ثلاث اسابيع ولا شهر ولا شهرين. بتجيب نتيجه، ناس كتير جدا بيرتاحوا على الوضع ده. او تحت ممكن يلدعوا لدعه تحت في الرجلين من تحت. المقصود هي ليها طبعا الحاجات دي ليها ناس يا جماعه، ما حدش هو حد يعالج بالكوي كده يكون ما يعرفش، خبره طبعا دي خبرة. نرجع لاسعد بن زراره، النبي لما راح زاره والكوي، وبعد كده لما جه يوصي وصى ببناته للرسول صلى الله عليه وسلم. طب انت يا اسعد بن زراره، بنو النجار عيله كبيره يعني عيلتك، قال الرسول. الله، الرسول يعني الصيانة العظمى ان اوصي ببناتي للرسول. فالنبي يعني خد بنات اسعد بن زراره ضمهم البنات. لما مات اسعد بن زراره النبي شهد الغسل وشهد التكفين، ولهم كفنوه في ثلاث اثواب بيضاء. انا والله ساعات بتكلم غصب عني، مش عايز اتكلم كتير، بس اصل الجماعه يعني ولاد عمنا دول اخواتنا وكده، الصوفيه يقول لك الاخضر كفلوا في الاخضر، وممكن حد، انتوا شايفين ساعات بعضهم كده ممكن حد يقترح حتى الاحرام. شفت مره واحد لابس احرام اخضر، طبعا لازم يلبس بقى اي عبايه خضراء شلاه يا سيدي، شلاه يا سيادنا، الصوفيه لازم العمه تبقى خضراء وهكذا. خضار ده البياض، حديثه ضعيف بس كفنوا موتاكم في البياض، في البياض سنه اللون الابيض. فالنبي قال لهم كفنوه في ثلاث اثواب بيضاء وكفنوه، والنبي مشى في الجنازه قدام. يجوز في الجنازه تمشي قدام، يجوز تمشي تحت النعش، يجوز ان تمشي ورا، كل ده وارد وكله سنه. طب حسب الشخصيات، حسب يعني ظروفك وظروفه وكده يعني. بس زي ما قلت لك هنا اسعد بن زراره النبي مشى في الجنازه قدام لحد ما وصلوا وتم دفعه في الدفع البحري. نرجع لليهود. اليهود استغلوا الموقف وقالوا لو كان نبيا ما مات صاحبه. هنا في حاجه عايزين ننتبه اليها، ان هم اخترعوا قاعدة من عند نفسيهم. خد بالك هنا درس بقى بنقف معاها الليلة. هم اخترعوا قاعدة جديدة، ازاي يعرف الحق من الباطل، الصواب من الخطأ؟ قالك بالحاجات اللي بيقول عليها، يعني لو حد دعا لحد وربنا استجاب دعاه يبقى صح، لو ما كانش كده يبقى باطل. القاعدة دي هم من عند نفسيهم. امال الصح ايه؟ ده اليهود عندهم وصف دقيق للنبي، اي حد منهم كان يشوف النبي يقول انت اللي مكتوب عندنا. ربنا قال عنه الذين يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل مكتوب، وزي ما ربنا قال يعرفونه كما يعرفون ايه ابناءهم، مش غلط ولاده، محدش بيغلط في ولاده. فهم كانوا عارفين النبي زي ما عارفين ولادهم. يعني اللي قالوا الكلمه دي لو كان
نبيا ما مات هم عارفين انه نبي، عارفينه ازاي؟ في الكتب، في النبوءات، في الاوصاف. عبد الله بن سلام في اول يوم النبي دخل في المدينه وراح وسال النبي اسئله وقال له انت انت ده قبل ما يسال النبي قال او عندما رايته عرفت بان وجهه ليس بوجه كذاب قبل ما يساله، وقال له جيت اسالك عن حاجات ما يعرفهاش الا نبي. وقال له وحيي بن اخطب ده قبل النبي ما يخش المدينه وهو في قباء راح قعد يلف ورا النبي يلف ورا النبي ويشوف العلامات لحد ما اخوه ياسر ابن اخطب بيقول له حيي ابن اخطب، ولما رجعوا المدينه قال له هو هو، قال له هو اتعرفه وتثبته؟ قال نعم اثبتاته وادله قال ما عندك عنده؟ قال عداوته ما بقيت ما حييت. لا حول ولا قوه. عارفه كل حاجه وبالعلامات والامارات بس مش هتابعه. اليهود كده عملوا كده، عارفين انه نبي بالامارات والعلامات والنبوءات والنصوص وكله، وقال لك بس ايه لا اصل هو دعا وربنا ما استجابش دعاء يبقى مش نبي. هنا بقى هيبتدي يحط قواعد من عنده، ودي خطورة ان حد يبعد عن الوحي ويحط قواعد في اي موضوع من عنده من عنده. تاني قالوا لو كان نبيا ما مات صاحبه، في حاجة القدر، في حاجة اسمها العمر، النبي ملوش دخل فيها. بل النبي وقت ده القرآن ده في آيات كتيرة جدا النبي كان يقول للناس زي ما ربنا قال له قل إني لا أملك لنفسي إيه في آية نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما أعرفش لا أملك. وفي الآية الثانية لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل، أنا لا أملك. وسيدنا يعقوب لما قال لأولاده لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، قال لهم إيه؟ وما أغني عنكم من الله إيه؟ أنا بنصحكم النصيحة دي مفيدة لكم ونافعة. وربنا يقول للنبي قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دوني ملتحدا، أنا لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، مملكش. إنك لا تهدي من أحببت حتى الهداية، النبي لا يملك شيء. اليهود خدوا جزء شوية من اللي ممكن يأثر في الناس، النبي دعا أسعد بن زرارة والنبي كواه بيده وبعدين مات. فالنبي قال الميتة بتاعت أسعد بن زرارة حلوة له حلوة لينا، بس لليهود بئس الميت. أبي أمامة اليهود ومنافقي العرب، مين دول؟ في المدينه برضو في مسلمين مؤمنين مخلصين وفي المنافقين بيشككوا يقولوا النبي لا مش صادق مش فاهم. موت اسعد بن زراره فالمنافقين في المدينه قالوا لو كان نبي ما كانش صاحبه مات. ربنا سبب الاسباب عشان يفتنهم زياده. من يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. اللي ربنا رايد يهديه بيسبب له أسباب ويفتح قلبه ليها، واللي ربنا رايد يدله يسبب له أسباب ويدله بيها. موت أسعد بن زرارة كان من ضمن الأسباب أن بعض اليهود بعدوا أكثر، لأن هم اخترعوا قاعدة من نفسيهم، ولو هم كانوا صادقين كانوا نتحكم إلى النبوءات إلى أهل العلم عبد الله بن سلام وغيره، نتحكم إلى النصوص للأمارات مش تيجي في دية. دي لها علاقة بالقدر بالعمر، وده موضوع يا جماعة تقول سبحان الله أسعد بن زرارة مات في السن ده ليه؟ ما لناش فيها دي. قبل منه مات كلثوم بن الهدم كان شيخ كبير، طب ليه ما استنوش شويه؟ مش ليا ولا لكل حد. العمر اسراره ما حدش يعرفها الا الله،
ليه بيدي واحد عمره طويل، واحد عمره قصير، واحد عمره متوسط؟ ليه؟ وفي حد بيموت وهو طفل، وفي واحد بيعيش كتير قوي. الأعمار دي ربنا بيوزعها على أي أساس؟ على أي أساس؟ ما أعرفش. طب اللي مات صغير ده ربنا ظلمه؟ استغفر الله، أبدا. بس على أي أساس ربنا أدى لده يموت في سن 20، ده يموت في سن 30، ده 40؟ على أي أساس؟ محدش يعرف أبدا. ربنا اللي بيوزع الأعمار، ومحدش يقول بقى ليه ومش ما أسأل أسأل ابن زرارة مات صغير ليه؟ ما نعرفش. طب ليه في الوقت ده؟ برضه ما نعرفش، محدش يعرف. طب ما كان عاش شوية. سؤال بقى، لو أسعد بن زرارة بعد النبي ما دعاله كواه عاش، لو عاش كان اليهود هيسلموا؟ لا، يروا كل آية لا يؤمنوا بها، يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، ويروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. في ناس كده يدور على الحاجه اللي غلط ولا المعوجه ويمشي وراها. مع عم قدامك سكه طويله عدله. لا، فاسعد بن زراره السؤال لو كان عاش، بكلمه بس، لو كان دي ايه يعني للاحتمال، لو كان عاش كانوا اليهود حلو بس امنا واسلمنا او مجاب الدعوه ان نسلم؟ لا، ما كانوش هيقولوا كده برضه. ده كان حيي بن اخطب بعد ما شاف العلامات واحده واحده وما اسلمش برضه. يبقى موضوع موت اسعد بن زراره عاش ولا مات ما كانش هيفرق في موضوع ايه اليهود. معايا؟ انما الفرز في حد هيقول سلمنا لله ورضينا وانا فاهم القضيه كويس، في حد هيتقلب. اسباب الناس كلهم كانوا بيتفرزوا بيتصنفوا بيتغربلوا. اسباب ربنا بيسببها لفتنه بعض الناس وثبات بعض الناس ليمحص الله. التمحيص، غربله، فرز. تيجي الاحداث اللي يثبت واللي ينحرف واللي ينقلب على عقبيه، والثبات ده من عند الله. موضوع اسعد بن زراره عمل حاله حزن، صح؟ يعني زي ما المسلمين فرح وزي ما حزنوا، وعدى الموضوع وكمل بقى بناء المسجد. ونخش بعد كده على ايه العمل الثاني، المؤاخاه بين المهاجرين والأنصار. أيام وأحداث ومواقع بنعيشها مع النبي، والنبي تصرف إزاي؟ راح زاره، طب يعني قال لهم إيه من المرض؟ مالوش علاج ده، بس النبي قال عشان العذر عملت أقصى حاجة عندي. بالمناسبة كويس إن أنا افتكرت الموضوع ده. ساعات بيبقى عندك حد كبير، والدك ولا جدك ولا جدتك، وبعدين حالة متأخرة. لو انت سالتني اقول لك وديه المستشفى، تقول لي بس احنا متاخره عشان بس العذر، عشان العذر. محدش يعرف يموت امتى، وديه يمكن يعيش، محدش يعرف، يمكن يعملوا اسعافات، يدخلوه الانعاش العنايه المركزه، يمكن. وعلشان ما تلومش نفسك بعد كده، اللوم لو واحد مات ابوه واثر معاه شويه يفضل ندمان طول العمر. لو كنت وديته، لو كنت عالجته، لو كنت جبت له حد، لو كنت هو مش هغير حاجة. بس موضوع لو دي تفتح عمل الشيطان عشان تبالغ في الأخذ بالعذر. خد بالأسباب. النبي لما كواه الظاهر كده النبي كان عارف ان ده قال له مكوه مرة واثنين، ده رقبته بقت متحوطة بالكول. رضي الله عن أسعد بن زرارة، أول مسلم في المدينة، واول من بايع، واول من اقام الجمعه، واول من دفن بالبقيع، واول ادي تاريخ الاسلام والمسلمين.